أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي وأنتم تشاهدون موضوعات SQL عامة. موضوع الفيديو هو إنشاء جدول باستخدام SQL. فكما أقول أنا دائما أريد تكرار ذلك الموضوع، اللغة الأساسية لإدارة قواعد البيانات Relational Database هي اسمها SQL. SQL هكذا اسمها، وهنالك هذه الـ SQL تعتبر الفصحى بالنسبة لعالم قواعد البيانات Relational Database. هذه الفصحى كما لدينا في اللغة العربية لغة عربية فصحى ولدينا لهجات كثيرة، نفس الموضوع بالنسبة لـ SQL. فهنالك الفصحى هي SQL التي تتعلمها في الجامعة في المعهد من الكتب، هذه اسمها فصحى، فصحى SQL. أما هنالك لهجات SQL أخرى، وهذه اللهجات تعتبر يعني برمجيات يتم فيها استخدام SQL لكن بتغييرات حسب البرنامج. فلدينا MySQL لهذا الموضوع، لدينا PostgreSQL، لدينا SQLite، لدينا كثير من هذه الأمور التي تعتبر لهجات من SQL، لكن الأساس يبقى واحد، تبقى لغة عربية، تبقى SQL لإدارة البيانات مع لهجات مختلفة، واضح؟ فأحببت أن أقول هذا لأننا الآن في هذه الأوامر التي أكتبها أنا الآن هنا، أنا أستخدم MySQL، لا أستخدم SQL فصحى، أنا أستخدم MySQL بهذا الإصدار 5.17. باختلاف الإصدارات يمكن أن تختلف الأمور قليلاً، لكن ليس مع الأوامر الرئيسية مثل إنشاء جدول. فإذا لنبدأ بإنشاء جدول، فطريقة إنشاء جدول بكل بساطة تكتب كلمة create وثم تكتب table أنك تريد أن تقوم بإنشاء جدول، وثم اسم هذا الجدول. أنا سأسمي هذا الجدول students. هذا جدول students أنا أريد أن يكون فيه عدد من الأعمدة، سأضع هذه الأعمدة بأقواس عادية، فهذه اسمها أقواس عادية brackets عادية. فأول عمود من هذا الجدول سيكون اسمه ID، وهو معرف هذا المعرف الأساسي لهذا الجدول. الآن سأكتب أشياء أخرى عنه بعد قليل، لكن سأكتب أسماء الأعمدة التي أريدها. فإذا ID، أيضا أريد أن يكون هنالك عمود اسمه name، أضع فيه اسم الـ students، وأيضا أريد أن أضع عمود اسمه course ID، وبهذا course ID أريد أن أضع معرف الكورس الذي التحق به الطالب. مثلا التحق بكورس الرياضيات، كورس الرياضيات ما هو معرفه؟ مثلا 4، فإذا هنا سيتم وضع 4. جيد، لكن لفعليا إنشاء هذه الأعمدة علي أن أوضح لـ SQL ما هي البيانات التي سأضعها في هذه الأعمدة. فمثلا بالنسبة لكورس ID كما قلت سأضع 4 3 2 حسب المعرف، وبالتالي أنا سأضع integer يعني رقم. جيد، فإذا integer يعني رقم صحيح، يعني 1 2 3 هذا معنى integer، 1 2 3 4 5. فإذا هذا اسمه integer، وبالاختصار نكتب هنا int. فإذا الكلمة كلها هي integer. جيد، لكن بـ SQL حتى توضح أو MySQL تكتب int يعني هذا رقم. بالنسبة للنيم، النيم هو كما نقول بالبرمجة نقول string، وstring يعني سلسلة من الحروف والمحارف المختلفة. فمثلا يمكن أن يكون اسمه علي كذا مثلا، فهذا هو النيم اسم الطالب. بـ SQL اسم نوع هذه البيانات هو var car. وماذا يعني var car؟ يعني بداية var يعني variable يعني متغير، وcar يعني character يعني character متغير الطول، لكن بشكل عام يمكن أن يكون طولها مثلا أو عدد محارفها يعني يمكن أن يكون مثلا 50 محرف. فهذه 50 تعني أن اسم الطالب، يمكن أن ندخل باسم الطالب مثلا يكون اسمه علي، يمكن أن يكون اسمه سامي، يمكن أن يكون اسمه طويل جدا واسمه أيضا شيء آخر، لكن لا يمكن أن يتعدى 50 محرف. جيد، فيمكن أن يكون محرف 2 3 50، وهذا هو بمعنى أن هذا السترينج هو عبارة عن يعني كلمة متغيرة عدد المحارف، لكن أنت تضع الماكس، الماكس هو 50 محرف، يمكن أن تضع هنا 150 مثلا أو 200 أو كذا كما تريد.
بالنسبة للاي دي، الاي دي يمكن ان تتوقع، هل يمكنك ان تتوقع اي دي ماذا يكون؟ سيكون عبارة عن انتجر ايضا، رقم صحيح 1 2 3 4، هذا اي دي للستودنتس او الستودنت او معرف الطالب. هذا سيكون برايمري كي، وبرايمري كي يعني ماذا يعني برايمري كي؟ يعني هذا هو الشيء الذي سيجعل كل قيد طالب مختلف عن القيد الآخر، مميز فريد. فالطالب يعني مثل الجامعة تماما أو بالمدرسة، لا يمكن أن يكون رقم الطالب متشابه مع أي رقم طالب آخر. يعني إذا كان رقمك مثلا أنت 100، لا يمكن أن يكون هنالك طالب في المدرسة أيضا رقمه 100. فنفس الفكرة هنا بجدول قاعدة البيانات، البرايمري كي يعطي معرف مميز لقيد الطلاب هنا في حالتنا، بحيث لا يتشابه قيد طالب مع قيد طالب آخر، أو لا تتضارب قيود الطلاب. أيضا أريد هنا أن أضيف شيء، أني أريد أن أطلب من MySQL أنها تزيد أو تضيف هذا الاي دي بنفسها. فسنكتب هنا Auto Increment، وAuto Increment يعني أن مثلا عندما أدخل أنا القيد الأول اجعل الاي دي 1، القيد الثاني 2 3، لن أضيف هذا، MySQL ستضيفه. بقي شيء واحد نحن لم ندخله، وهو أننا لن نضيف الكوما في نهاية كل عمود، فإذن سأضيف الكوما بهذه الطريقة. جيد؟ فإذن هنا الآن نحن قمنا بإنشاء هذا الجدول، طبعا لا داعي أن نضيف كوما هنا، ويمكن أن نضيف سيمي كولون في نهاية الأمر. فإذن هذا هو كيفية إنشاء جدول باستخدام SQL وتحديدا بلهجة MySQL. الآن سأقوم بإدخال قيود لهذا الجدول، فبكل بساطة إدخال قيود سهل جدا. سنستخدم جملة اسمها insert into. insert into يعني إدخال بكل بساطة. وحتى أقوم باستخدام insert into يجب أن أدخل اسم الجدول الذي أريد الإدخال إليه، فأنا أريد إدخال بجدول students. ممتاز. تحديدا الأشياء التي الأعمدة التي أريد إدخالها في هذا الجدول، أو القيم التي أريد إدخالها لأعمدة أي أعمدة، لأعمدة name اسم الستودنت والكورس ID. طيب ما هي القيم التي أريد إدخالها لهذه الأعمدة؟ فسأستخدم values، وهنا يمكن أن أضع هذه القيم هنا. فمثلا بداية أنا أريد الاسم مثلا الأول علي، والكورس اي دي الذي علي انضم اليه مثلا 4. اريد ادخال قيم اخرى مثلا هنا سامي، والكورس الذي انضم اليه 8، معرفه 8. ايضا اريد ادخال هنا لالا، والكورس الذي انضمت اليه لالا هو الكورس الاول، واضع فاصله. ايضا اريد ادخال هنا قيد لماذا، علا مثلا، والكورس الذي انضمت إليه معرفه 10. فالآن أنا قمت بإدخال كل هذه values لهذا الجدول، فسأقوم بحفظ هذا insert into table student و update حتى أحفظها لكم. جيد، فإذن insert into student، وهنا تم الإنجاز. لكن هنا أريد أن أقوم ب عبارة select، كتابة عبارة select لنرى هل فعليا كان كل شيء صحيح. فإذن select from students، فإذن الآن سنقوم ب run. فإذن الريزلت، لاحظوا ال ID، لاحظوا تم إضافته بشكل أوتوماتيكي، لأن بكل بساطة أنا كتبت عبارة هنا auto increment، وبالتالي تم إضافة هذا بشكل أوتوماتيكي 1 2 3 4. لاحظوا وكلما أضيف سيتم إضافة على هذه الـ ID. الكورس ID طبعا كما أدخلتها تحديدا، والأسماء كما أدخلتها بشكل جيد. فإذن ممتاز. الآن الوظيفة لكم، هنالك وظيفة، هنالك واجب أريد أن أعطيكم إياه، وهذا هو والذي هو أن يجب أن تقوموا بإنشاء، يعني بالإضافة لهذا أريد منكم أن تقوموا بإنشاء جدول آخر بنفس استخدام هذا البرنامج، هذا db-fiddle.com. يمكنكم استخدامه، افتحوه بمتصفح واكتبوا فيه الأوامر وتعلموا وتدربوا. والمطلوب هو أن تقوموا بإنشاء جدول اسمه الكورسز، وبداخل هذا الكورسز يجب أن يكون هنالك ID، يجب أن يكون هنالك course name،
ويجب أن يكون هنالك أو ربما نسميه title، وأيضا سيكون هنالك أعتقد فقط هذا الشيء. فسيكون لدينا هنا course ID وtitle، وأنشئ هذا الجدول، ربما تضيف أيضا له description. فأنشئ هذا الجدول مع هذه الأعمدة، واجعلوا الـ ID هو الـ primary key، واجعلوا auto increment أيضا. أما الـ course أما الـ title فيجب أن يكون أيضا varchar نوعه، وبالنسبة للـ description أيضا varchar، ربما تضعون له مثلا عدد محارف أكثر، تسمحون له بعدد محارف أكثر مثل 150. فإذا الآن سنقوم بإنشاء جدول الـ courses. هنا، فبكل بساطة سأكتب هنا باسم هذا create courses table، جيد. وهل نعيد كتابة هذا كله؟ لنقوم بإعادة كتابته، فسنكتب create table، اسم التابل courses، ونحن اتفقنا أن يكون بهذا التابل يجب أن يكون هنالك ID الذي سيكون عبارة عن int، يجب أن يكون auto increment لأننا لا نريد إضافة ID هنا، ويجب أن يكون primary key وهو المعرف الأساسي للكل كورس. طبعا وضعت كوما لأقوم تعريف العمود الثاني الذي هو عبارة title، والذي سيكون هو عبارة عن varchar، وسيأخذ هو 150، دعونا نقول اسم الكورس 150، أعتقد هذا كافي وفقط، وانتهينا وقمنا بإنشاء هذا. طبعا أنا فعليا سأقوم أيضا بإنشاء بداخله بإنشاء بداخله بوضع بداخله عفوا بوضع بداخله بيانات. فإذا insert into courses، الأعمدة التي أريد أن أدخل فيها فقط هي التايتل، لأن الـ ID auto increment، وسأضيف هنا الـ values، والـ values ستكون بالتالي بالشكل التالي، هو أن إذن أول شيء سنضيف مثلا الماثماتيك، سأقوم هنا بنسخ لصق بهذا الشكل لأنني أريد إضافة 10، جيد. فإذن هنا لدينا ماث مثلا، لدينا رياكت كورس نيكس جي اس، ولدينا كورس جافا سكريبت، ولدينا هنا كورس انجلش، كورس فرنش وسبانش، و كورس اللغة السنسكريتية مهم جدا، وأيضا ماذا لدينا هنا كورسات نضيف، ما رأيكم مثلا بايثون، جيد. وهذه الأخيرة يجب أن تكون عبارة عن سيمي كولون بهذا الشكل. فإذا هنا سأسمي هذا create courses plus insert into، هكذا سأسميه. سأقوم بحفظه، فإذا update، وأقوم بالrun. طبعا لا يوجد شيء لأنني لم أكتب هنا عبارة select، فهنا سنكتب select all from courses و run. فإذن النتيجة، أين هي النتيجة؟ ها هي، لاحظوا تم إضافة هذه الكورسات لدينا كلها، وتم إضافة الـ ID بشكل أوتوماتيكي لأننا استخدمنا auto increment، جيد. الآن أريد أيضا إضافة شيء آخر مرة أخرى هنا، أريد إضافة values أخرى لـ ID 10، لأن يجب أن نضيف ID 10، أو لأننا ستعرفون لاحقاً لماذا أريد إضافة ID 10 هنا. مثلاً دعونا نسمي هذا الكورس مثلاً كورس مثلاً medicine، ليس له معنى، لكن فإذن الآن run، فإذن لاحظوا ها هو المدسن، جيد. وأيضاً يمكن أن أضيفها هنا مباشرةً هكذا، أكتب هنا medicine بهذا الشكل، وأكتب هنا update، أريد update لهذا الموضوع، ورن. فإذن ها هي، فإذن ممتاز. فإذن الآن قمنا بإنشاء جدول الكورسز، قمنا بإنشاء جدول الستودنتس وقت سابق، والآن يجب أن نقوم بإنشاء أمر يمكننا من خلاله معرفة الأسماء الطلاب الذين التحقوا بالكورسات المختلفة. فنريد أن نعرض على الشاشة هنا مثلا اسم الكورس ماث، وأيضا اسم student الذي التحق بهذا الكورس. فإذا الآن لدي هذه جدول الكورسز، ولدي هنا أيضا جدول الطلاب. أريد أن أجمع الموضوع
بأمر واحد، فقمت بفتح نافذة جديدة هنا، وسأقوم بنسخ جدول الطلاب الذي قمنا بإنشائه بوقت سابق، سأضعه هنا. فإذا هذا هو جدول الطلاب مع البيانات التي قمنا بإنسيرت له، أو قمنا بإدخال هذه البيانات بهذا الجدول. وأيضا هنا لاحظوا سأقوم بوضع الكورسز الذي أنشأناه، جدول الكورسز مع البيانات التي فيه، وجدول الستودنتس مع البيانات التي فيه. سأسمي هذا التمرين inner join، لأننا سنستخدم inner join between students and courses. فالهدف من هذا التمرين هو أن فعليا نحن نريد أن نرى أسماء الطلاب مع أسماء الكورسز التي انضموا إليها. فكيف ذلك؟ بكل بساطة نبدأ مع عبارة select. بكل بساطة هذه هي بداية تقريبا كل الأوامر بSQL. فإذا select ما الشيء الذي نريد نحن أن نعرضه؟ فعليا نريد من جدول الستودنتس نريد اسم الستودنتس، فبالتالي سأكتب هنا من جدول الستودنتس دوت، يعني من جدول الستودنتس تحديدا أريد اسم هذا الستودنت، فأنا student dot name. أيضا أريد ماذا؟ أريد اسم الكورس الذي هو title أسميناه، فمن جدول الكورسز أريد title، فبالتالي هنا سأكتب courses dot title. ممتاز ممتاز، لكن هذا الشيء من أين سأجلبه؟ بداية من جدول الستودنتس، سأجلب هذا الستودنتس اسمه من جدول الستودنتس، لكن بقي لدينا الكورسز تايتل، من أين سأجلبه؟ فعلي أن أستخدم عبارة inner join. فإذا inner join هنا أريد جمع هذه النتيجة التي تأتي إلي هنا مع أي جدول، مع جدول الكورسز، وتحديدا شرط الجمع سيكون باستخدام عبارة on أو كلمة on، أن يكون الـ ID course ID من جدول الـ students يساوي الـ ID من جدول الـ courses. فبالتالي هنا سأكتب التالي، سأكتب أن students.course ID يجب أن يساوي courses.id. إذن هذا هو الشرط، واضح؟ فإذن الآن سأكتب، سأقوم بسيف بداية وثم سأرن. هنالك خطأ، لنرى ما هذا الخطأ. يقول أن الخطأ هنا عند إنشاء الكورسز. نعم عرفت الخطأ. الخطأ هو أن هذا الخطأ علمنا شيء جديد على فكرة، هو أن عندما نكتب عبارة SQL واحدة، لا مشكلة لو أضفت أنا في النهاية سيمي كولم أو لم أضفها، لا مشكلة، لكن عندما أكتب أكثر من عبارة SQL فيجب أن أنهيها بسيمي كولون. فهذه العبارة الموجودة هنا لم أنهيها بسيمي كولون، وهذا أنهيتها بسيمي كولون، نعم، والأخيرة الأخيرة لا يوجد بعدها، لكن لو كتبت بعدها يجب أن نضيف سيمي كولون. فإذن الآن سأكتب أبديت لهذا الكود ورانا. ممتاز. فإذن الآن لاحظوا جاءني أن علي قام بالالتحاق بجافا سكريبت، سامي التحق باللغة السنسكريتية. لنرى فعليا هل هذا صحيح أن سامي التحق باللغة السنسكريتية؟ سامي التحق بالاي دي رقم 8، ورقم 8 فعليا هو اللغة السنسكريتية، فإذن صحيح. وعلا التحقت بالطب، ولالا ذهبت إلى الرياضيات، فإذن ممتاز. فإذن الآن انتهت هذا التدريب، أتمنى أنكم استفدتم من تدريب اليوم حول كيفية إنشاء الجداول، كيفية إضافة بيانات للجدول، كيفية القيام بكويري لهذا الجدول، وكيفية استخدام inner join للجمع بين جدولين. وفقط أتمنى أنكم استفدتم، ومع السلامة.